استهجن العقيد محمد الدروبي أبو العز قائد اللواء الثالث تهامة ما كتبته بعض المواقع الصفراء حول حادثة قتل نائب ركن التسليح من أكاذيب وإشاعات مغرضة اتهمت فيها أفرادا من المقاومة الوطنية، وقال إن هذه الأكاذيب والإشاعات هدفها النيل من تماسك القوات المشتركة في الساحل الغربي وتخرج من مطابخ الإفك التي تمولها وتديرها جهات وأحزاب مشبوهة بهدف خرق صف القوات المشتركة في الساحل الغربي، داعيا وسائل الإعلام لتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية. وأكد العقيد محمد الدروبي أبو العز أن دم الشهيد نوار لن يذهب هدرا وسيعمل ما بوسعه مع زملاء الشهيد من أفراد اللواء لمساعدة الجهات الأمنية لضبط الجناة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وقال إعلام اللواء الثالث تهامة أن عصابة من تجار السلاح قتلت نائب ركن تسليح اللواء الثالث تهامة نوار خالد أحمد ظهر أمس الأحد في شارع الدائري وسط مدينة المخا ونهبت طقم شاص مع سلاح 14.5 وثلاث دوشك وسلاح بيكا تابع للواء الثالث كان المغدور في طريقه لإصلاحها بورشة الصيانة.